السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد اقفل الباب بس عشان اعرف اصرخ. شكرا. النهارده احنا موضوع مش خطير ولا حاجة، احنا في مصيبة جديدة اسمها فيروس هانتا. ده الجديد بقى من عالم الصين. يعني احنا خلصنا طريقة صناعة الكورونا على البنت اللي كانت بتاكل حشرات، وقعدنا نحذر الناس من الكورونا ومش من الكورونا. النهارده في تقارير عن وفاة صيني بسببه مرض او فيروس غريب اسمه هانتا. ايه حكاية هانتا وايه موضوعها وبتتكلم عن ايه او ايه قصتها؟ نقلت صحيفة اسمها جلوبال تايم، جلوبال تايم الصينية الحكومية، يعني مؤكد 100% خبر وفاة شخص من اقليم يونان فيروس هانتا امس اللي هو يوم الاثنين 23 مارس 2020، اللي هي السنه الحلوه الجميله بتاعتنا اللي من اولها احنا مش مستوعبين حاجه غير ان احنا عمالين نلاقي في اخبار. طبعا هو داخل حافله نقل خلال طريقه للعمل، يعني راجل رايح شغله وفجاه لقى نفسه تعبان هو و32 واحد جوه الاتوبيس. طبعا لما اكتشفوا ان دوت مش كورونا واكتشفوا ان ده شيء غريب بدأوا ان هم يحللوه، لان هو فيروس اسمه هانتا. المهم ان هانتا دوت طلع ان هو بيتنقل عن طريق الفئران، بالاخص عن طريق بولها او برازها او عن طريق اكلها، وده مش لينا احنا، ده بالنسبه للاخوان الصينيين اللي هم بياكلوا الفئران محشيه ومقليه ومحمره. وطبعا ممكن نجيب فيديوهات للكلام ده بس احنا مش محتاجين، لان احنا فاهمين قرف الصينيين في اكلهم، لان هم بياكلوا كل شيء، بياكلوا فعلا فعلا دول اشبه باولاد نمنم. يعني هم ما فيش شيء ما بياكلوهوش، هم ناقص ياكلونا. يعني هم بياكلوا اجنه الاطفال الصغيره، ما بالكم هم بياكلوا ايه تاني؟ يعني مش عارف يعني ما الناس دي بتاكل ايه. فطبعا الفيروس دوت متعدد السلالات، جماعها مرتبطه بالقوارض، يعني بالحشرات وبالحاجات الغريبه اللي هم بيقعدوا ياكلوها. وبتشير ان الارقام ان تم رصد الفيروس في الولايات المتحده عام 93، يعني قديم مش جديد، وان هو بيسبب التهاب تنفسي حاد، وبيسبب متلازمه اسمها متلازمه التنفس. لكن وقع تطور في اكتشاف المرض عندما صارت اعراض لا تظهر بالضروره في الجهاز الرئوي، يعني بدات تظهر اعراض ليه من المتلازمه الكلويه، يعني الكلى ابتدت ان هي تاثر كمان عليه، على ابتدى ان هو ياثر على الكلى، وابتدى ان هو ياثر على الجهاز الرئوي. والفيروس دي في اوروبا بيقول المركز الاتحادي للتوعيه الصحيه في المانيا ان الشكل السائد من المرض غالبا ما يبدا بحمى مفاجاه تستمر من 3 ل 4 ايام مصحوبه بشكاوي مشابهه لاعراض الانفلونزا مثل الم في الراس والعضلات والاطراف، كما قد تظهر اعراض احمرار الحلق او السعال او اختلال في البصر وحساسيه العينين للضوء. يعني اصبح ان البني ادم هيتحول لخفاش. ولا يعد هذا الفيروس جديدا، اذ قالت الدكتوره سميه الشيخ المتخصصه في الاعصاب ان الفيروس ظهر 1950 في الحرب الكوريه، وانه ينتقل من الفئران او الجرذان الى الانسان، وكانت ان العدوى من انسان الى اخر تبقى امرا نادرا. يعني ان هي امر نادر الا اذا كان بالاختلاط. يعني انت سيادتك مربي فار، هيجي لك البتاع ده لو هو موجود، هي مربي قطه، القطه دي بتاكل فار، الفار ده ممكن هيصيبك بالشيء دوت لو انت بتتعامل مع القطه دي، لان القطه دي بتعمل بيبي، بتعمل حاجات كتير، لان القطه دي بتحتك بيك بعد ما بتاكل الفار دوت بتيجي تقعد في حضنك. يعني احنا نقدر نقول ان احنا رمينا كل حاجه عندنا فيها حشرات وحيوانات وابتعدنا عنها بالكامل. اما عن صدى البلد فهو اتكلم عن الموضوع ده بعد ظهوره في الصين حقائق مهمه عن فيروس هانتا. بيتكلم ان فيروس هانتا في الصين صدمه كبيره لدى الجميع، خاصه انه جاء في نفس التوقيت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم، يعني في نفس التوقيت ده جمع ده. وتوجد عده تساؤلات هامه تدور في اذهاننا، ايه فيروس هانتا؟ انفلونزا ولا كورونا ولا هانتا؟ احنا مش عارفين ده ايه بالظبط، بس احنا كل اللي نعرفه حاجه واحده، ان متلازمة فيروس هانتا الرئوية اتش بي سي مرض يحدث في المرحلة المتأخرة من العدوى مع فيروس هانتا. اعراضه احتقان رئوي، تراكم السوائل في الرئتين، وضيق في التنفس. ده دي كده المراحل المتأخرة. طيب اعراضه المبكرة، التعب، الحمى، الالم في العضلات، وبالاضافه الى ان بعض الفيروسات هانتا تسبب الحمى النزيفيه مع المتلازمه الكلويه مع تقدم المرض. يعني امراض غريبه جدا جدا. حددوا المسؤولين الصحه تفشي فيروس هانتا لاول مره عام 93 في منطقه فروكرونرز في جنوب غرب الولايات المتحده. المرض دوت هانتا ده
فيروس ينشر الى البشره عن طريق بول القوارض والبراز واللعاب والجزيئات المحموله جوا التي تحتوي على هذه العناصر. لم يثبت انتقال الفيروس من انسان لاخر، ولم تزج الحالات تثبت ذلك، وبالتالي فهو غير معدي. بس طبعا احنا بنقول ان هو غير معدي، لكن نسبه الوفيات من فيروس هانتا 38% تقريبا من الحالات معظمها بسبب اكتشافها في مراحل متاخره، لان هم ما بيكتشفش في مراحل في الاول، لان بيبقى برد، جسمك تعبان، بتبقى مدروخ، جسمك تقيل، مش قادر تتكلم كتير، وي وي وي. بيقول لك اذا نجا المريض فليس هناك عاده مضاعفات طويله الامد، يعني مفيش مضاعفات، الانسان بيخف على طول. بس المشكله ان هو ملوش علاج علشان يخف من اصله. فاحنا دلوقتي بنضحك على نفسنا. يحدث فيروس هانتا بسبب فيروسات هانتاف التي تسبب في تسريب الشعيرات الدمويه السائله في انسجه الرئه، يعني تدميره الرئيسي في الرئه. المهم ان هو يعني ارتباطاته بينا كلها بشكل قوي او بشكل ضعيف، هو ارتباطاته كلها بينا عن طريق الحشرات، قله النظافه، بول الفيران، بول الكلاب، بول القطط، الكلام ده. الحيوانات طالما الفار اتعدى يبقى اذا الحيوانات كلها بتعدي. يعني يا جماعه اللي عنده قطه في البيت، اللي عنده كلب في البيت، يا ريت يسربه، علشان الموضوع ما بقاش فيه استخفاف اكتر من كده. الكلب والقطه دلوقتي هم بقوا عامل من العوامل الرهيبه، والهامستر اللي بيربوه الفيران، يا ريت ده بقى عامل من العوامل الرهيبه اللي لازم تتخلصوا منها. انا كان عندي قطه سوكا، سوكا قطتي هتشوفوها دلوقتي اهي. وطبعا باي باي سوكا، سوكا راحت. ربنا يستر وما يبقاش فيه فيروس جديد، علشان كده احنا نبدأ نشك ان دي حاجة تانية غير الظواهر العادية في الوباء. لان الوباء لما بيظهر، لما تجيب لي مرض بقاله 5 سنين، بقاله 20 سنة، بقاله 30 سنة، فجأة يجي يظهر النهاردة وكلها متلازمة ورا بعضيها، فيروس ورا فيروس ورا فيروس. يبقى اذا الموضوع مش موضوع عادي يعني. ودايما دايما احنا بنتكلم عن الصين، بنتكلم عن اظهرت في امريكا. الصين امريكا، الصين امريكا، احنا مالناش علاقه بالدول، احنا بنتكلم عن مصيبه دلوقتي اسمها فيروس هانتا. ده حاجه جديده بقى لسه ظاهره لنا، يا ريت ناخد بالنا، نرمي حشراتنا، حيواناتنا نرميها. مش عايزين قطط، مش عايزين كلاب، مش عايزين عصافير، مش عايزين بط ووز، مش عايزين حاجه خالص. كل اللي عايزينه ان احنا نروح السوبر ماركت نجيب منه حاجه مقفوله، وبلاش كمان الحاجات المفتوحة، وبلاش كل حاجة. ربنا يستر علينا وعليكم، نشوفكم في وقت تاني.